اليوم نحن في افتتاح البوليفارد، افتتاح الكبير، زي ما نحن شايفين المنظر اكثر من رائع. بس قولي لنا انت اكثر شيء عجبك في الافتتاح اليوم. كذا يعني شفتي البيلدينج كذا يعني على ذول الاشياء والتلفزيونات عجبتني. كلمنا اليوم عن الافتتاح الكبير للبوليفارد، انت ذكرت انه انت من اهل جده واليوم موجود في الرياض، موسم الرياض، كلمنا اكثر. والله شيء مره حلو وشيء قاعد يبدا خطوه جديده في السعوديه وشيء مره عظيم. كيف تشوف التنظيم اليوم ما شاء الله مع هذا الحد الهائل من الناس؟ ما التنظيم ما شاء الله مره سريع، كل شيء يوفروا لك اياه بسرعه، حتى الدخول مره سريع، ما لاحظت اي زحمه. السلام عليكم، كلمينا اليوم عن رايك في التنظيم في افتتاح البوليفارد. بالنسبة لافتتاح البوليفارد كان جدا منظم، حتى في الدخول، حتى في السيارات، المواقف، كل شيء كان مرتب يعني ومنظم عن السابق. في الدخول، حتى في الدخول في سلاسة وفي ممرات، أكثر من ممر يعني في الدخول، ساعد الناس أنه ما تكون زحمة يعني في الطريق. طبعا كل شيء يعني متوفر داخل البوليفارد من ناحية المطاعم والمحلات، حتى الصيدلية متوفرة، لا سمح الله لو صار أي شيء في داخل البوليفارد، كل شيء منظم وكل شيء تحت سقف واحد يعني بصراحة مرتب، مرتب تنظيم جدا رائع.